استاذ فاضل سعيد عقل، الوالد من شهداء 1916. من سنة 16 لسنة 86، 70 سنة مضت، ولبنان مر بعدة مراحل صعبة كتير، حتى بمرحلة غيبوبة. طبعا في قاسم مشترك بين التاريخ اللي مضى واللي عم نعيشه اليوم. انت اكتر من غيرك ممكن تخبرنا وتقلنا كيف ممكن لبنان بهالعدد الكبير من الشهداء يوصل لتحريره التام؟ اول شغله لازم نعملها حتى نوصل للتحرير التام هي الاستفاده من عظة الشهداء. هالشهيد مات، ما مات لحتى يعيشه طبعا، لانه مات لحتى يحيا غيره. ساعتها نحن بنفهم هالحقيقه، بنصير نقدر نقدر قيمه الاستشهاد، وساعتها بصير كل واحد منا كمواطنين نشتغل في سبيل المصلحه العامه، يعني مصلحه الوطن. لما بصير عندنا هالفكره الوطنيه نتامل ساعتها انه نقدر نفوت للباب اللي بيؤدي لتحرير لبنان. اليوم لبنان مع الاسف باعتراف كبار المسؤولين فيه منه سيد مصيره في كل مناطقه، ولذلك بنسعى الى انه نفهم اللبنانيين لهالمناسبه الكريمه انه اللبناني على مدى تاريخه خلق وناضل واستشهد في سبيل ليعيش لبنان، لازم نحن نعمل مثلهم، مش نتخانق بيناتنا ونعلن الحرب على بعضنا وندمر وطننا بايدينا. مع الاسف اللي عم نشوفه اليوم ما بيشجع كتير، من 11 سنه لليوم، يمكن من قبل 11 سنه، ما بيشجع كتير على هالامل. ولكن اذا ادركنا حقيقه رساله الشهداء يمكن نقدر نوصل للمرحله التحريريه اللي عم تقولي عنها. تحرير لبنان بيكون بالدرجه الاولى بالاستغناء عن الانانيه الذاتيه، بيكون بالمرحله الثانيه بالتفاهم بين كل اللبنانيين على صيانه المصلحه العامه، بيكون بالدرجه الثالثه على منع اي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانيه. هالثلاث ادوات اذا استعملناها، او القنوات بالاحرى اذا استعملناها، بنوصل للنتيجه المتوخاها وهي تحرير لبنان. علما بانه الشهداء، وهون رح بذكر رقم يمكن يبين طائفي ولكنه في الحقيقه بدل على حقيقه التركيبه اللبنانيه وعلى جوهر القضيه اللبنانيه. بين الشهداء اللبنانيين 25 في 13 مسيحي و12 مسلم، كانه العنايه الالهيه اختارتهم حتى بهالنسبه، حتى تعطينا مثل عبر التاريخ الى انه لازم نكون دائما متوحدين بين كل الطوائف. بزيد على ذلك انه لما دفنوا الشهداء بعد اعدامهم دفنون كلهم بمدافن وحده، المسلم حد المسيحي، واليوم بعدهم بكراكون الدروز بالمدافن تبع الشهداء، الماروني حد السني، والسني حد الشيعي، والشيعي حد الارثوذكسي، كلهم اعضامهم مخلوطه ببعضها، مش معروف هيدي عظام مين وهيدي عظام مين. هيدي كمان عزه كبيره بتدلنا على انه لازم نعمل بوحية حتى نقدر نحقق وحدتنا الوطنيه يلي هي بتحقق لنا تحريرنا.